تاني فيديو يوتيوب هنعمله اليوم. توني اخدنا على محل هيدن جيم بدبي. اوكي وصلنا على المحل. هو بيشبه عن جد، توني قال لي اوتوكار فهو بيشبه الاوتوكار من جوا شوي. ضحكت كتير حلوة. هذا المعلم جورج، كيفك؟ تمام؟ الحمد لله. قد ايه هون؟ 41 سنة؟ 41 سنة بهيدا؟ لا. شو بتعملوا هون؟ بتعملوا مع جورج. شو حلو. أنا شفت تعملوا مشاوي. أنا بعمل كباب. كباب، طوق. سجق. حلو. كنا نعمل كاستريتا ووقفنا على الغلف. جورج وجيجي فاتحين هيدي الفوتراك للمشاوي صار لهم 41 سنة، تخيلوا 41 سنة. هذا جورج وجيجي مع بعض حلوين. جورج وجيجي. أنا أحلى. كلهم بيقولوا لي أنت أحلى. أمي قلت له. لا لا أنا قرد. أنا أمي غزال. بسم الله عليكم. دي وصفه عندي. بلاش تشتغل ببلاش. المهم المصاري مع مين؟ معي. خلص ما مش متعود اخذهم. انا احسن اخذهم بالنهار ترجع تقرضهم بالليل. لا تعرف انه عن جد صار من زمان هول الاسعار من ايام الخير. هون وصلت. ايه ثلاثه افكار للاكل، باص وقطار وطائره. هودي ثلاثه عملناهم بالثمانينات. ايوه طلعت الاول انا بجريده الحياه. حلو. بالمباراة للعيد الهول قصة كبيرة. صرنا 40 سنة هون الحمد لله. كيف بلشت معك الفكرة انت هون؟ احنا بلشنا وقت الحوادث. نحن بالبيت ست بنات وصبيان وابن وبي 10. ايوه. فبابا كان مسؤول بالشركة، عندنا كاميونات بالشركة. ايوه. بتعرف ايام الميليشيات وايام الحرب وايام الهول ونص اخذوا لنا اياهم هالمال واستخدموا لنا اياهم ثاني مال. ايوه. راحوا الكاميونات بقاش معنا ليرة. جينا بدنا ناكل خبز ما بقى فيه بالبيت. ايوه. زدت انا على الطريق، كان في وقت المعابر وعجل السيارات. زدت على الفرن. هاي من 40 سنة يعني. هاي من 40 سنة تقريبا. بيقوم بيقولوا لي زدت عند الفرن، قلت له بدي اخذ عندك عجين، بس ما معي ادفع لك حق العجين، تخيل يعني بطل معنا حق عجين. اخذت من عنده شي 50 عجينة وزدت بالشوبك عملهم على الطريق وما اعرف. عطولي خشب وصاج وجبنا جرن عند جيراننا، ما كان بقى عندنا جرن غاز. الحاجة من الاختراع. صرنا نبرم ونعمل ونشيل واكل. صرنا حطيت انا علبة لقتل المصاري 50 كان 250 ليرة الايام المنهوشة. مفروض يطلعوا 50 عجينة اعتبر 10000 ليرة. طلعت بالصندوق اللي معي 60000 مدري 70000. تعجبت انا، شو 60000 سروي يعني بالنهار. فصاروا يعفوا علي العالم، بقول لك لو مش شاب اذا فرق ولد على الطريق لو مش بحاجه كذا يحطوا على المصاري ما ياخذوا ما يردوا. فتنا دفعنا حق العجين، دفعنا حق جرد غاز. ثاني يوم بلشنا عجن انا ومرحوم امي ومشيت وصرنا نمشي الحمد لله. الله يرزقك. الله يوفقك. ولعنا ولعنا. الله يوفقك. فينا هون. الله يوفقك. وهي الايام حبيبي. عمل لك كباب اكيد عشان في عامل غير كباب. هيدي الرقابه بدها تشيلها من جوابك شفت حالك. ما تخاف ما تخاف لبس السكام. ما تخاف ما تخاف. ان شاء الله الاسبوع كله الطقس منيح. انا بكتئب بالشتويه. ما كان ابو جاج ما كان Thank you.
اثنين طبش اثنين ملفوف هيدا صاروخ صاروخ تشوفوا قديه حجمه بس سندويشه طعمه مش الطعمه اكيد ثانك يو ساعتين هاي المعلم توني تكرم عازمك على حسابك جورج ثانك يو يا هلا فيكم الف صحه وانا الف صحه وانا الصاروخ